الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن من الآيات التي ورد لها سبب نزول في قول الله سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. نزلت هذه الآية في أبي جهل لعنه الله لما وقف في ذلك الموقف في غزوة بدر ودعا الله: اللهم من أتانا بما لا نعرفه فأحنه الساعة، يعني أهلكه. اللهم من كان أقطعنا بالرحم وأتانا بما لا نعرفه فأحنه، يعني اغربه واهزمه. فهذا دعا على نفسه في الحقيقة، فنزلت هذه الآية. هذه الآية: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. قال الشنقيطي رحمه الله: المراد بالفتح هنا عند جمهور العلماء الحكم، وذلك أن قريشا لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأثار الكعبة، وزعموا أنهم سدنت بيت الله الحرام، وأنهم يسقون الحديد ونحو ذلك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم فرط الجماعة وقطع الرحم وسفه الآباء وعاب الدين، وأتى قومه بما لا يعرفون وشتت جمعهم، ثم سألوا الله أن يحكم بينه وبينهم هؤلاء قريش من غرورهم، بأن يهلك الله الظالم من الفريقين وأن ينصر المحق. هكذا دعت قريش متعلقة بأستار الكعبة، وهكذا دعا أبو جهل في غزوة بدر قبل أن يلتقي الجيشان، فحكم الله بذلك فعلا وأجاب الدعاء ونصر نبيه وأنزل الآية: إن تستفتحوا، يقول المشركين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إن تستفتحوا يعني تطلبوا الحكم والقضاء والفصل فقد جاءكم ما تريدون، جاءكم ما تريدون وحصل ما سألتموه، وحصل ما سألتموه. هذا الاستفتاح إذن طلب القضاء والحكم، ويبين إطلاق الفتح على الحكم في القرآن الكريم في قول الله تعالى عن شعيب وقومه: على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. وكذلك قال: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. هذه لغة كيمياء يسمون القاضي فتاحا. والفتح الاستفتاح طلب الفتح، طلب الفتح. وفي حديث ابن عباس: ما كنت أدري ما قول الله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا الحق حتى سمعت بنت زيدا تقول لزوجها: تعال أفاتحك، يعني أحاكمك. فالاستفتاح يكون بمعنى طلب القضاء وبمعنى النصر وبمعنى طلب النصر، ويقال فتح عليه بمعنى عرفه وعلمه. قال الله تعالى: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. والاستفتاح في الصلاة بدؤها بالدعاء المعروف. ويقال أيضا استفتاح القارئ إذا أرتج عليه، يعني أغلق عليه ولم يدري ما الآية، فيستفتح يعني يطلب أن يفتح عليه واحد من المأمومين فيعلمه ما هي الآية التي نقصت أو نسيها، فهو يعيد الآية ويكررها ليفتح عليه، وهذا معنى باب الفتح على الإمام.
لقد جاء النصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين الذين كانوا معه في غزوة بدر، إن تطلبوا النصر فقد جاءكم. والله سبحانه وتعالى ينصر رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ليس فقط في القيامة وإنما في الدنيا أيضا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن ما يحصل من مصيبة انتصار العدو إنما هو بذنوبنا، فقال تعالى في يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. وقد ذم الله من لا يتخذ وعده لعباده المؤمنين، فقال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ولهذا أمر الله رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم من عنده وهو طاعته سبحانه وتعالى. هذه المقدمة الأولى. وأمر بانتظار وعده، وهذه المقدمة الثانية، وعند ذلك ستحصل النتيجة وهي النصر سبحانه من عند الله. فلا بد من انتظار الوعد مع الصبر، تحقيق شروط النصر والصبر، وانتظار الوعد، ولا بد أن يأتي، وبالاستغفار تتم الطاعة، وبالصبر يتم اليقين بالوعد، وهذا كله يدخل في مسمى الطاعة والإيمان. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقص الله عز وجل في كتابه نصره لرسله ولعباده المؤمنين على الكفار. نصر نوح على قومه، نصر هود على قومه، نصر صالح على قومه، نصر شعيب على قومه، نصر لوط على قومه، وهكذا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا يتبين بأصلين، أحدهما أن حصول النصر وغيره من أنواع النعيم لطائفة أو شخص لا ينافي ما يقع في خلال ذلك من قتل بعضهم وجرحه ومن أنواع الأذى. يعني قال واحد: هل يشترط لكي يأتي النصر للمسلمين أن لا تصيبهم مصيبة ولا تصيبهم جراح ولا يصيبهم موت ولا يصيبهم ذهاب أرواح وأموال؟ الجواب: لا. يصيبهم حتى يتحقق النصر، يصيبهم من ذلك ما يصيبهم. في حديث الحشد الذي يحشده النصارى المسلمين في آخر الزمان، يحشدون 960,000 مقاتل، معركة كبرى بينه وبين النصارى، يقابلهم المسلمون. عندما تحصل المعركة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يهزم ثلث من المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح على الثلث. إذا جاء النصر ولا جاء أو لا؟ جاء النصر، لكن بعد ماذا؟ انهزم ثلث ومات ثلث المسلمين، ثلث جيش المسلمين مات. إذن
في مسألة مهمة جدا في قضية مجيء النصر، وهو أن مجيء النصر ليس بشرط أنه لا يأتي إلا بالسلامة، وأن يكون المسلمين كلهم لا يمسهم سوء ولا يقتل منهم أحد ولا يحصل لهم نكبات. لا لا، الذي يفهم هذا النصر بهذه الطريقة إنسان مخطئ، لا يعرف الواقع ولا التاريخ. النصر يأتي، يعني الله وعد المؤمنين أن ينصرهم، والنصر إذا استكمل الشروط سيأتي، ولكن ليس بشرط أن لا يصاب المسلمون، ليس بشرط أن لا تحذرهم مصائب. الله ما وعد أن ينصر المؤمنين بدون مصائب، ما وعد، ما قال، قال إنه سينصرهم. فإذا يقول شيخ الإسلام أن حصول النصر وغيره من أنواع النعيم لطائفة أو شخص لا ينافي ما يقع في خلال ذلك من قتل بعضهم وجرحه ومن أنواع الأذى، وذلك أن الخلق كلهم يموتون، فليس في قتل الشهداء مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني آدم. يعني أن هؤلاء الذين يموتون من المسلمين هل يعني موتهم أنه لا يأتي نصر للمسلمين؟ لا، ممكن يأتي النصر بالرغم من كل الموت هذا. طيب، الموت هذا الذي يحصل لهم الآن هل هو زائد على الموت الذي يحصل لهم بغير قتال؟ ولا الطعن في الموت واحد؟ لا، بالعكس، الذي يحصل لهم أشرف مما أن يأتيهم الموت العادي. الذي يحصل للمسلمين من الموت بسبب الكفار والمصائب التي تقع عليهم من الكفار، الموت هذا أحسن من الموت أن يأتيهم على فرشهم، لأن هذا ممكن يكون شهادة هذه منزلة رفيعة. وما دام الموت سيأتي ويأتي، فليأتي على هذه الحال. قال شيخ الإسلام: فمن عدى القتل في سبيل الله مصيبة مختصة بالجهاد كان من أجهل الناس، بل إن الفتن التي تكون بين الكفار وتكون بين المختلفين من أهل القبلة ليس فيما يختص بالقتال، فإن الموت يعرض لبني آدم بأسباب عامة، وهي المصائب التي تعرض لبني آدم من مرض بطاعون وغيره ومن جوع وغيره وبأسباب خاصة. فالذين يعتادون القتال لا يصيبهم أكثر مما يصيب من لا يقاتل، بل الأمر بالعكس، قد جربه الناس. يعني يقول شيخ الإسلام: الذين يعتادون القتال من المسلمين نسبة الموت فيهم كنسبة الموت في غيرهم. يقول: فالذين يعتادون القتال لا يصيبهم أكثر مما يصيب من لا يقاتل، بل الأمر بالعكس، قد جربه الناس. ثم موت الشهيد من أيسر الميتات، ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الموت لا ينفع، فلا فائدة فيه، وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلا، لم ينفع وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يعني هو في النهاية سيأتي يعني. لو فررت منه سيأتي ويأتي، ولو حصل أن متعت يعني عشت بعده فسيأتي الموت لا محالة، إذ لا بد من الموت. وأخبر أن العبد لا يعصمه من الله أحد إن أراد به سوء أو أراد به رحمة، وليس من دون الله ولي ولا نصير، فأين نفر من أمره وحكمه ولا منجأ منه إلا إليه. قال تعالى: ففروا إلى الله. وهذا أمر يعرفه الناس من أهل طاعة الله وأهل معصية الله. قال أبو حازم الحكيم: لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم مما يلقاه الذي يتقي الله من معالجة التقوى. يعني المعاناة، يتكلم عن المعاناة. يقول: العاصي يعاني من الخلق أكثر مما يعاني المتقي من معالجة الشهوات. يعني أن المتقي المعاناة عليه أقل من معاناة العاصي،
لأن العاصي بسبب المعصية الله يعسر عليه الأمور، يجعله يصطدم بالخلق ويجعله ينكب نكبات، والمتقي كذلك يبتلى ويقاوم الشهوات ويقاوم نفسه والأمارة بالسوء، فيقول المعاناة معاناة المتقي أقل من معاناة الفاسق. والله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم بلاء، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي ناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس معه خطية. فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه. والآن واحد طرح السؤال الثاني، قال ليش ما يهلك الله الكفار بعذاب من السماء ومرتاح؟ يعني ليش يكلفنا بجهادهم ونحن نعاني من جهادهم، نقتل ويحصل لنا إهلاك زروع وثمار وأموال وتيتم أطفال وترمل النساء وذهاب أرواح؟ ليش الله ما يهلك الكفار بآفة سماوية، يعني في أعصار يذهب بهم أو طوفان يغرقهم ونرتاح؟ ليش الله يكلفنا بقتال الكفار؟ فيقول شيخ الإسلام إن إهلاك الكفار بأيدينا أنفع بكثير من إهلاكهم بآفة سماوية. ليه؟ يقول أولا أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم. شوف الآن المسلم لو قتل كافر، يعني ما هو أجره؟ ما هو أجر المسلم إذا قتل كافر؟ أجر عظيم جدا. ما هو؟ لا يستمع كافر وقاتله في النار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن إذا قتل كافر لا يجتمعان أبدا، هذا يروح في النار، معناه هذا تلقائيا ذاك سيذهب في الجنة. إذن الذي يقتل الكافر في المعركة هنيئا له، لأنه لن يجتمع مع قاتله، مع المقتول الذي قتله. لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، فالكافر يقينا سيذهب إلى النار. إذن قاتل المؤمن هذا أين سيذهب؟ طيب هذه واحدة. قال إن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم لما يفعلونه من الجهاد في سبيل الله، لأن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. فإذا المؤمنون سيؤذون على الجهاد ما يتحملونه الأذى، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، لا يقطعون واديا، لا يسيرون مسيرا في الجهاد غير القتال، غير الجراح، غير الشهادة، في أجر في العملية، في الإعداد أجر، تدريب أجر، قتال أجر. ثانيا أن ذلك أنفع للكفار أيضا. كيف أنفع الكفار أيضا؟ قال فإنهم يؤمنون من الخوف، ومن أسر منهم وسيم من الصغار يسلم أيضا. يعني ما يؤخذ في رق العبودية ويضرب عليهم الجزية، نهايتهم بعد هذا الذل أنهم لكي يخلصوا من الذل سيسلموا. إذن الجهاد بأيدينا أنفع أن يموتوا بآفة سماوية، أنفع حتى للكفار. وقد انقاذ أناس إلى الجنة بالثلاثة، يعني أخذوا أسرى من الكفار أرقاء صاروا عند المسلمين، تربوا عند المسلمين، آمنوا أسلموا أحبوا الإسلام فماتوا دخلوا الجنة. إذن هذا الجهاد أنفع للكفار أيضا. قال أبو هريرة كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. وهذا معنى من معنى كون محمد صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا رحمة للعالمين. فلو قيل العالم كيف رحمة للعالمين والكفار من العالمين، وين الرحمة للعالمين؟ يقال هذا من الرحمة للعالمين، أن هؤلاء الكفار يهابون فيسلمون أو يؤخذون أرقاء فيتأثرون ويسلمون. ثالثا أن ذلك أعظم عزة للإيمان وأهله وأكثر لهم، فهو يوجب من علو الإيمان وكثرة أهله ما لا يحصل بدون ذلك. ومعلوم أن في الجهاد وإقامة الحدود من إتلاف النفوس والأطراف والأموال ما فيه، لكن هذا الذي فيه كل هذه المشقة أكثر أجرا وأنفع للمسلمين. لأنك لو قلت العزة التي تحصل للمسلمين بهلاك الكفار
بآفة سماوية أكثر، وللعزمة في حق المسلمين بأن تكون هلاك، بأن يكون الكفار على أيديهم أكثر. يعني أيهم يكون أعز بالمسلمين، أن ينتصروا على الكفار بالجهاد أو أن الله يهلك الكفار بإعصار أو غرق أو وباء الجهاد؟ فهذا إذن من فوائد أن الله جعل أمرنا كلفنا بجهاد الكفار. فإن قال قائل فما بال نصر الله يتأخر، ولماذا يتخلف، ولماذا يتأخر، لماذا لا يأتي؟ أولا لا بد أن نؤمن بالقاعدة أن الله ينصر المؤمنين. الذي لا يؤمن بهذا إنسان جاهل التوحيد، إنسان سيء الظن بالله، إنسان لا يعرف سنة الله في عباده، إنسان إما جاهل بالقرآن أو مكذب. ولذلك لا بد من اليقين أن الله ينصر المؤمنين. لازم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والله قال هذه للرسل، أعطونا شيء للمؤمنين غير الرسل، خذ. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. والذين آمنوا، لو واحد قال يمكن هذا النصر في الآخرة، يعني لما يدخل الكفار النار والمؤمنون الجنة يعني يكون هذا هو النصر، يقال لا، قلنا الآية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. إذا الذي يقول إن النصر لا يأتي للمؤمنين إلا في الآخرة كذاب جاهل. النصر يأتي للمؤمنين في الدنيا. الله أصلا ما أنزل القرآن وأرسل الرسول وصار هذه خير أمة أخرجت الناس حتى تبقى في هزائم إلى قيام الساعة. لا، الله أرحم بالأمة من هذا وأحكم من أن يجعلها كل هزائم إلى قيام الساعة، لا يمكن. لكن وتلك الأيام يداولها بين الناس، يعني خلافة الإسلامية كم طلع سقطت الآن، يعني من كم منذ كم طبعا 100 سنة. يعني طيب، إذن المسألة يعني كان المسلمون في عز في دولة الخلافة والدولة الأموية والعباسية والمماليك والعثمانيين، صح ولا لا؟ يعني أكثر تاريخ الأمة هذه أكثرها إيش؟ لهم السيادة. يعني إذا فقدوا السيادة فترات معينة في أجزاء معينة، مثلا أيام التتر على بغداد وأيام الصليبيين على الشام وأيام الفاطميين على مصر والنصارى لما احتلوا الأندلس ولما غزوا حملات صليبية أو الكفار في أوائل هذا القرن أسقطوا الكيان الإسلامية. هذه فترات محدودة في التاريخ الإسلامي، ليس هي الأكثر. أنت لما تحسب الأكثر يطلع الأكثر النصر للأمة وليس الأكثر الذي هزيمة. لكن الإنسان أحيانا قدر الله أنه يعيش ويولد في بيئة أو في وقت في هزيمة وضعف المسلمين، فيتخيل الدنيا كلها كذا وأن هذا حال المسلمين وأنهم لا ينصرون وأن النصر بعيد، وليس الأمر كذلك. وإن النصر سيأتي في الدنيا ولا بد. وعد الله لا يخلف الميعاد، الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم وليمكنن لهم دينهم. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بمبشرات لم تحصل حتى الآن، منها أن يعم الإسلام الأرض، ولم يعم الإسلام الأرض حتى الآن، ولا في عهد هارون الرشيد ولا في أي عهد آخر لم يعم الإسلام الأرض حتى الآن. إذن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي. طيب، هنا مسألة. لو قال واحد في بعض الأنبياء قتل، وين النص؟ يعني إنا لننصر رسلنا. طيب، زكريا ذبحوه ويحيى ذبحوه، قتله قومه، إبراهيم أخرج من العراق، أخرج عيسى إلى السماء، يعني عيسى ما انتصر على اليهود في الأرض، إبراهيم ما انتصر على أهل العراق. طيب، يحيى زكريا ذبح، فأين النصر؟ الجواب: إنا لننصر رسلنا. ابن جرير الطبري أجاب عن هذا بإجابتين: الأولى
أن يكون الخبر خرج عاما، ولو حصل أن بعض الأحيان تخلف تلو القاعدة الأصلية. ليه؟ لأن الحالات القليلة لا تلغي قاعدة، لكل قاعدة شواذ كما يقولون. فالقاعدة أن الله ينصر الرسل، لكن لو وجد حالات قليلة الرسل قتلوا فهذا لا يلغي الأصل، لأنه معروف أن القاعدة لا يشترط أن تنطبق على كل أفرادها، يكفي أن يوجد أفراد كثر للقاعدة حتى تصبح قاعدة. يعني لو أكثر الحالات انطبقت تصبح القاعدة صحيحة، ولو في حالات ما انطبقت هذا لا يلغي إيش؟ هذا الجواب. الجواب الثاني أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم حتى في غيبتهم أو بعد موتهم أو في حضرتهم. إذن النصر أن الله ينتقم من أعدائهم، إما بحضرة الرسل مثل ما انتقم من فرعون حضرة موسى، وانتقم من قوم نوح في حضرة نوح، وانتقم من قوم صالح في حضرة صالح. طيب، أو في غيبتهم مثل لما قتل يحيى وزكريا، سلط الله على اليهود الذين قتلوهم من سامهم سوء العذاب. لما رفع عيسى إلى السماء سلط الله على اليهود من سامهم سوء العذاب، مثل بخت نصر، النمرود أخذه الله العزيز المقتدر، الرومان الله سلطهم على اليهود فساموه سوء العذاب، وسيأتي نزل عيسى ويكون له النصر على النصارى واليهود. طيب، نصر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على من خالفه ولاوأه وكذبه وعاداه ومنحه أكتاف المشركين في بدر وما بعدها، ثم فتحت البلاد والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب في عهد أصحابه ومن بعدهم حتى انتشرت الدعوة المحمدية في أقطار الأرض، فكان مثالا لقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا. فهذا الوعد سنة ماضية تمضي كما الكواكب والنجوم تمضي في دورة منتظمة، وكما يتعاقب الليل والنهار. ووعد الله قاطع، وعد الله عز وجل قاطع، ويجب على المسلم أن ينظر للزمان كله ولا يقول يعني الفترة التي أنا أعيش فيها ما فيها انتصارات إذن الإسلام لا ينصر. لا يا أخي، قبلك، شوف قبلك إيش فيه قبلك. أنت الآن لا تفكر أنت ولدت في زمن هزيمة، طيب إيش في قبلك؟ أنا أكثر 1300 كذا سنة في انتصارات المسلمين، وبعدك إذا أنت ما عشت حتى تدرك عيسى فستأتي انتصارات كبيرة جدا جدا في آخر الزمان المسلمين، حتى يقول الحجر يا عبد الله هذا مسلم يهودي تعالى واقتله. فلا تفكر الإنسان لكي تربط الآية بالواقع، لا تفكر في الأيام التي تعيشها الآن فقط، لازم تفكر في ما قبلك وما بعدك حتى تحكم وهل الكلام صحيح ولا لا. فإذا قرأت إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا فلازم تلقي نظرة شمولية على كل الوقت وليس على الزمن الذي أنت فيه. يعني نحن هذا قدرنا، نحن ولدنا في زمن هزائم، يعني من عام 48 و67 والمصائب تتوالى على المسلمين وفي الشيشان وفي كشمير وفي البوسنة وفي مذابح. طيب، لكن هل هذا هو الأمة؟ هذا كل هذا تاريخها يعني الاستمرار من أول إلى الآن هو هذا، ولا هذا يعني حالة خاصة بالنسبة للانتصارات؟ يعتبر هذا حالة ممكن نقول نادرة، ليس هذا الأصل في هذه الأمة. أصل هذه الأمة أنها منصورة. يعني إذا سألنا منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن كم معركة دخل فيها المسلمون؟ مثلا يقول 10,000 المعارك. طيب، اللي انتصروا فيها أكثر ولا انهزموا فيها أكثر؟ بس خلاص هذا هو المطلوب. كان النصر حليف المسلمين أكثر بكثير من المعارك التي هزموا فيها. فهكذا نفكر، يعني هكذا نفكر في القضية. والنصر
قد يبطئ لأسباب، وهذه المسألة المهمة الآن. ليه؟ لماذا يبطئ النص؟ لماذا يبطئ النص؟ هذه مسألة لا بد أن نتعرف عليها، لأن هذا الآن لب الموضوع فيما هو قائم ويجري الآن، أننا يعني لماذا يبطئ النص ويتأخر؟ النص يبطئ ويتأخر لأسباب. إما واحد، أن الأمة لم تنضج بعد نضجا تحشد فيه طاقاتها وتتحفز وتأخذ بالأسباب للنص، فهناك نواقص لابد من استكمالها. اثنين، قد يبطل النصر يعني من حكمة الله حتى تبذل الأمة جهدا مضاعفا، مزيد من الجهد. يعني لو أن الأمة بذلت جهد بسيط انتصرت، طيب يعني النصر ما يكون له طعم مثل لما يتأخر، فالأمة تبذل زيادة وتتحسن وتحسن نفسها وترتقي وتصلح الأحوال والعيوب، ويكون في مزيد من الدعوة، مزيد من الدعوة والهداية، ويرون أن ما جاء النصر فيزيدون. مثل يعني لو نحن الآن مثلا ندعو مثلا، فما يأتي النصر فندعو زيادة، فما يأتي النصر فندعو زيادة، فما فنلح في الدعاء، وهكذا وهكذا حتى يأتي النصر في النهاية. لو جاء من أول دعوة، النصر جاء من أول دعوة دعيناها، فات علينا الدعاء الزائد الذي دعوناه زيادة، وفات أجره. والله يحب الإلحاح بالدعاء، يحب الدعاء. طيب، ثالثا، قد يبطئ النصر حتى تخرج الأمة كل ما في جعبتها، وتخرج كل قوتها، وتدرك أنها بدون سند الله لا تنتصر، لأن النصر يتنزل عندما تبذل كل ما يمكنها، وبعد ذلك فإن الله يتولى النتيجة. وقد يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله هذه الأمة، فلو انتصرت حينئذ لقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار، فيظل الصراع قائما. من أجل ذلك قد يبطئ النصر فتتضاعف التضحيات وتتضاعف الآلام مع الدفاع القائم للمؤمنين، ومع الممارسة والمراغمة للأعداء، ومع العودة بعد الهزيمة مرة أخرى، وقيام بعد المصيبة مرة أخرى، واستعدادات زائدة. كل هذا يجعل الأمة تعمل زيادة، وعمل زيادة في أجر. قد يبطل النصر ليزيد عدد الشهداء، لأن لو جاء النصر مباشرة انتهى القتال، فأين الشهداء؟ فقد يتأخر النصر حتى الله يصطفي عدد أكبر من الشهداء، لأن الله في ناس يريد أن يعطيهم من الحور العين ومن الجنان ومن الثمرات ومن الأجر، يعني أشياء كثيرة أعدها مثلا 100,000 شخص مثلا في مدى كذا مثلا سنة. أبرز الله أعد أجور 100,000 واحد من هذه الأمة على مدى 10 سنين. لو جاء النصر من أول سنة، معناها في ناس كثيرين من هؤلاء ما راح فاتهم أجر الشهادة. فالله يؤخر النصر ويزيد البلاء على الأمة، وتزيد الهزائم، وتزيد النكبات، وتزيد الضربات، ويزيد القتلى في المسلمين، لأجل أن هناك شهداء معينين لابد أن تصل أجورهم لهم، لأن الله قدر هذا. وقد يبطئ النصر لأن الأمة لم تتجرد بعد من الدنيا لكي تكون مستحقة للنصر، فلا زال فيها تعلقات دنيوية وأشياء تجب تتخلص منها وأن تكون على مستوى النصر، لأن النصر لا يأتي لأناس غير مستعدين أو استعداد خفيف أو ناس مخلطين، يعني منهم من يريد الدنيا منهم من يريد الآخرة. العسكر إذا كان هذا حاله، ناس يعني يأخذون المال عندهم كل شيء، المغانم، قاتلوا للمغانم إذا قاتلوا، فهؤلاء صف مخلط لا يستحق النصر، فإذن يؤخرون حتى يزيد صفاء الصفوف ويتم التخلص من هذه النفسيات والنوعيات التي تسبب الهزيمة.
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية ورجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل ليرى يعني يرى مكانه بين الصفوف ويقال هذا شجاع وهذا جريء، فأيها في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يمكن يتأخر النصر لأن هناك ناس وسط المسلمين لابد أن يسقطوا أولا، لأن ما يستاهل النصر، لابد أن ينصبحوا أولا، لابد أن ينصبحوا ويخرجوا خارج الصف، يعرف نفاقهم وتنكشف أحوالهم، ما يستحق النصر، فلابد أن تحصل هزائم فهؤلاء يسقطون ويقولون ليش دخلنا في هذا وما نحن، فيعرف نفاقهم وضعفهم وهزال إيمانهم فيخرجون يسقطون، ثم البقية هي المرشحة. يعني من دروس قصة طالوت لما خرج معه أول شيء كتب عليهم القتال، قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل. لما كتب عليهم القتال إيش حصل؟ أولوا إلا قليل منهم. هؤلاء الذين آمنوا بالقتال بعث الله لهم طالوت، بعث لهم طالوت ملك، جادلوا في طالوت أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الذين اقتنعوا بطالوت ساروا معه امتحان آخر في النهر، الذي يشرب ويعب ليس مني، الذي غرفة غرفة بيده فقط يعني ليروي بها الظمأ الذي لا بد منه هذا معي، فشربوا منه إلا قليلا. هذا قليل لما رأوا الكثرة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، يعني تصفيات مستمرة، حتى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هذه الآن خلاصة يعني زبدة، هذه زبدة الجيش، هذول الذين يستحقون النصر، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ودعوا الله وثبت أقدامنا وصنع عصام الكافر، هزموهم بإذن الله، هزموهم بإذن الله. فمتى جاء النصر؟ يعني جاء بعد تنفيذ مراحل، هو هكذا يعني، هذه عادة الله في المؤمنين يمحص حتى يصل الأمر إلى فئة تستحق الانتصار. هذه العملية تأخذ وقت، وهذه العملية ممكن ما تأتي إلا بمعارك، يعني تحت المعركة الأولى يسقط ناس، الثانية الثالثة، حتى في النهاية تستخلص قلة خرافة، هؤلاء يعني فتنوا محصوا وظهر مع يعني سلامة معدنهم وظهر الصفات العظيمة فيهم، فهؤلاء الذين يستحقون النصر. لكن وعد الله يبقى جازم قاطع لا بد أن يأتي، لكن ما قال إنه سينصر المسلمين من أول معركة ولا أنه سينصر المسلمين في كل المعارك، لكن في النهاية سينصرهم ولا بد، ولا بد أن نراجع قناعاتنا ونراجع أفكارنا ونراجع ما رسخ في نفوسنا حتى نعرف ما هو طبيعة النصر هذا، ما هي طبيعة هذا النصر، ومتى يأتي، ولماذا يتأخر هذا النصر، لماذا لا يأتي إلا بعد هزائم أحيانا، النصر لا يأتي إلا بعد هزائم مثلا، فكل ذلك كل ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، والله أعلم. يقول السؤال: الزخارف في النفس منهي عنها طبعا لأنها تلهي عن الخشوع. كتابة الآية عن الجدران: إسراف، إنفاق مال في غير وجه حق، إشغال المصلين، ومخالفة للنص الشرعي. ما حكم القاتل الموجود في بلاد اليمن؟ قد بين العلماء أنه مفتر ومضر، وأنه لذلك فإنه لا يجوز تعاطيه، وهو من إتلاف المال، يعني واحد يشتغل من الصباح للمغرب ثم يذهب إلى الجبل عن سطح الجبل يشتري بكل قوت يوم هذا قات يخزنه إلى له، هذه العيشة، فتبدأ ويعيش أهله وأولاده في فقر. هل سمين هاوس الدالي رأى الدجال؟ نعم، رأى الدجال في الجزيرة في البحر، أي بحر؟ الله أعلم.
هل يجوز الكفارة هي تفضل 15 كيلو رز غير مطبوخ؟ نعم، والأحسن أن يجعل معه شيئا من الإدان. شرب الماء أثناء الأذان الأحسن لا يحدث، لكن لو عرفنا أن الأذان هذا على طلوع الفجر الصادق تماما قلنا تعد الصيام. أما إذا لم نعرف يعني هذا صار تقديري وتقريبي قلنا له لا تفعل، ولكن لا نأمره بإعادة الصيام. ومن أنزل في أثناء النهار عامدا فسد صومه عليه إكمال اليوم مع التوبة والقضاء. توجيه الميت إلى القبلة. طيب، عند الاحتضار لم يرد توجيهه، وأما في القبر يجعل على جنبه الأيمن كالنائم ووجهه إلى القبلة. هل يجوز الإمام أن يأكل الثوم؟ زيه مثل من الغير، ما له ميزة الإمام يعني يؤذي الملائكة حتى هو إمام. فلا يقول، هذا سؤال ظريف يعني. يقول لا يجتمع المؤمن وقاتله في النار أو الكافر وقاتله في النار، لا يجتمع الكافر وقاتله، ألا يقتضي هذا أن يدخل المؤمن النار قبل الكافر ثم يخرج منها ثم يدخل الكافر؟ يعني هذه فكرة غير لطيفة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر بين في الحديث الطويل حديث الصورة اللي يسميه العلماء حديث الصورة، بين أن الله إذا جمع الأولين والآخرين حشر الناس في أرض المحشر، أولا يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع ما كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغي الطواغي يعني الطواغيت، هذول كلهم في النار. هذا أولا. واليهود والنصارى في النار، الكفار المشركين كلهم في النار، هذا أولا. ويأتي الله المؤمنين بعد ذلك وفيهم المنافقون. طبعا ليه ما وقعوا في النار المنافقين؟ لأنهم كانوا في المؤمنين مختلطين بهم، فصاروا في الآخرة مختلطين بهم. فإذا جاء ربنا على صورته الحقيقية سجد المؤمنون، وكل من كان يسجد لله رياء ما يستطيع السجد، فهنا يتميز المنافق عن المؤمن. ثم يقودهم الله، هم الآن يدعون أنهم يعبدونه فيتبعونه إلى الصراط الجسر في سبع جهنم، فيعبر المؤمنون، فالمنافقون يظنون أنهم سيعبرون فيقولون للمؤمنين أنظرونا نقتبس من نوركم، لأن الصراط مظلم مظلم يحتاج إلى نور العبور، والمنافق ما عنده نور، فسواء أمامه طريق مظلم تحت جهنم، فيقولون من أنظرونا نقتبس من نوركم، فيقال للمنافقين ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، روحوا خذوا نور من وراء، فيرجع المنافقون لالتماس النور، فيضرب بينه وبين المؤمنين بسور. فهذه الخدعة التي يخدع الله بها المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله ويخادعون، ثم يلقى المنافقون في النار والمؤمنون يعبرون إلى آخر، ويعذب من يعذب، المهم حتى يمحص أهل التوحيد. فإذا الكفار متى دخلوا النار؟ قبل عبور المؤمنين على الصراط. فالآن كافر إذا دخل على النار خلاص ما في مؤمن راح يدخل قبله على النار، فالمؤمنين سيقعون، يعني واحد فاسق من أهل التوحيد متى يدخل النار؟ بعد الكفار، بعد الكفار. فإذا قتل كافرا في المعركة
لله خالصا لله ثبت على هذا الدين حتى لقي الله، فلن يجتمع هو وقاتله في مكان واحد، لأن لن يجتمع هو والذي قتله في مكان واحد، لأن المقتول الكافر سبقه إليها فلن يجتمع معه فيها. هذا الإثبات يعني أن هذا الكلام الذي ورد في السؤال لا ليس بصحيح. طيب نظرا لضيق الوقت نكتفي بهذا ونتم غدا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد.